السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان قبري غنا نثغى الموضوع نغ القصة يوقع عندي الدريوش وزوغا دغاج نقطة مهمة توقع دي الدويرية دي سيمانة يا يعذون يظهر ديج أوديو يتناشد السلطات المحلية أنه دين شل مجموعة زمات نسمى يوذني عزولخ الكونوز تسمى يجن مهوسين سلكونوز عزولخ يحنجاني الجن دي زهريين تما اني غاد جاثا شتيت نيكفوس ني قانا جديد نياث ني مهم ديتي الطويل الى اكسيتيرا. المهم ارين درخبا بلي انه ديني جو حنجا دي دواشت دا زهري وسين ديني بدا يعزون خاس سبحان الله العظيم سيد ربي العالمين خميخ سدي يعني دين جن شان يجن قاتين جاوها وادي ويض يعني واسي شتي اكيسني راح وسقسان سقسان شي محضاني تيرين ديني تما دي برا شي ناس المواصفات وحنجاره سبحان الله سيد ربي العالمين سلحي كما الناس اسفاقي حنجانه وانه ما مشي تعوض اوديويت وغاد كيسن وخص نشاسيني من يعنى وتما خصا تنستدرج الدرجة ناس نكشن تمنيه باش نسكن حنجاره وكيل. المهم اوديويت يتنشد السلطات يتنشد الاولياء والاباء التلاميذ انه تما ركسي الحذر خاصة يعني القرى النائية يوذاني جان ديال القراويين يبوجن شوية قسن منيث مدرسة يبوج 2 كيلومتر 3 كيلومتر يعني خثودرين ما نايتش كليج الخطأ خاصة مارس يعني ديال الاباء السني الذين طاوان سن دي زهريين ما مش قام قدا يوذان مهوسين دي بوهريين وحوش ادمية زعما تسمى عزون خل الكنوز الطريقة يا ابن غني حنجان باش يديري ديال القربة الشياطين ورامين غاس ندير بير. المهم مشينا الاخوان ميخصو مينيغ هو انه تما سبحان الله العظيم الوالدين غزي الزمان وخا طغوان يعني نكاد وادي دي زهريه نيخشي حاجت ولكن طغا توعانا نغ طغاس الفكره قارش مريوز ذاك بلا موات السين ان شاق شي حاجت وغا صريح شا الى غا دخيك زيد كوج وغا صريح شا ان شقا دابا شويه شويه غابه باش وكي صريح شا يعني توازي الزمان توعايا الوالدين وما فيها بس حتى كني والاخوان رختي دين جات وعام يعني توعام فاونوم خاصه يعني يوداني تعيش ندا ديث مافا ذي المغرب ذمانيا الاخوان خصو خوم طويله. المهم تاذ نقطه ثم زوات نقطه ويستنينا الاخوان للاسف ذي ترت ايام ني غاب ايام اقليم الدريوش يفقد خيج الجريمه شنعاء الاخوان تروح ذا سجن الضحية تقريبا على 25 سنة انت تزي ما يسور تغا تخدم دين ما مش قال عائلة الناس ما مش قال والدة الناس تغا تغاز دين دي ما يسور تروح يعني سازي الدريوش دين على الوالدين الناس تسعدو دين العطلة ما مش تقا لكن راغد خاسيش تمدوكتش تستاخ تمدوكتش سوز كواغ مليح الناس بلي انه كان حوايج يشم دي الدريوشات تعقبت بحكم انه انت ما مش تقا الوالدة الناس تخدم ديني فوسد رامي تغاثس غاد دريوشا الاخوان وما مش قان يعني مش تغي النوماس انه تغادي شان تهدي زي شان الشخص والله اعلم شي قوماس يتهدديت بانه انت تغا مش تقا يمكن الناس قان شقا مرشاغ يمكن سيدني تغا تمون كيس ني تغا غاس شان يعني شان الوعد الزواج ني المهم وغادي نبو التفاصيل كتا غير انه تسمى تغا دين شان يعني شان العلاقه جارسا من بعد ما مشي تعود ومسني انه ذين تغا تسكن اسني تصور كيس دي واتساب ني قارس ودي قمر شي قارس قخميد غتسد يعني غادري واش قمر مرش نيشان اش منغ منايا واش بصح ما لا الله اعلم السلطات دي دري واش قد تقدر خدمه في نسنت على قدم وساق عزونت من جريمه ياثا ما مش دوم النيغ يما سنيغ العائله تحنجاثا تشك ذي مش سقان ذي ثمدوك تشنس ذا المحيط يزدين نظن ولكن دين بعض الاقاويل قان انه مش دسقان ثموت الاختناق كذلك سرقاز دين بعض ما مش قال عائلة سكن ناس نشان فيديو نشان السيكتور ماني تغاد زدغ تركوار شان طوموبيل داد غاس شانيج يعني دين اكثر من قول دي مانايا الا ولكن ميخان ستعوى انه للاسف مش نشان تغاري في النغض وقرير خميتو قيعة ديال جرائم خاصة ميتيري التمغاف نقارس العائلة نسينا لله وإنا إليه راجعون في صبايا بي ودي صبايا بي ميسنا مزيان نزيد حنجي عثا غاس يجن ميس مزيان على الطباف. المهم الإخوان كني وجاك يجي المقطع يعني نيماس تعاوذ القصة
ما مشات توقعي تجيس وتناشد السلطات الامنيه يتجندي الدريوش انه تقدر تخدم في قطاع باش يخدم من عند الجاليه وانيتاتي يوين على الروح مي تجيسها ثاني تات ما مش توافقا تخدم خاص تعاوني كذلك وتجازد ميزدا مزيان. اكن وش جاك المقطع عن فيديو شدنا عقب الاخو طلب حقي بنتي وشوف هي الوجه سيدي ربي، شوف هي الوجه سيدي ربي يا سيدنا ويا سيد الحموشي والحكومة، والله يرحم لكم الوالدين وشدوا لي حق بنتي باقية صغيرة وخلات لي ولد عنده يلا 6 سنين وهي عاد 25 عام وجات عندي تشوفني ولا تقتلوها سيدي، والله يكتر خيركم ولا بريقاد ديال الدريوش واقفة معانا، والله يكتر خيرها ويخلب عليها، وانا بغيت حق بنتي شوفوا بيا لوجه الله وشوفوا بيا لوجه الله يا سيدنا واسيد الحموشي وارحموني لوجه الله دم بنتي ما يطيحش في الارض، وراه خلاوني وليد صغير يلا عنده 6 سنين وشوفوا بيا لوجه الله يا سيدنا واسيدي وشوفوا بيا لوجه الله وانت والحموشي. لا لا البركه في راسكم الله يرحم لك الوالدين. بنتك واش كانت خدامه تما ولا كيوقع لها؟ كانت خدامه يا وليدي داتها صاحبتها تما كتخدم، ما عرفت مسكينه شنو وقع لها، قتلوها يا ولدي ما عرفناش، قالوا لنا راها مخنوقه واش مخديه واش بكاز واش ومضروبه في وجهها، ورالي لا جودان الكاميرا هي هاربه واحد تابعها كيجري عليها وصاحبتها موراها. كان هربا لهم كانوا خاطفينها في الطونوبيل وكتنزل مسكينه هربا هزا الجلابه هاد الجلابه وصندالتها هاد الجلابه هادي الخضراء وهي هربا هو تبعها كيجري ودخلوها في الدر ما نعرف طلعت الجلابه وراوها لي الجدرميه بلا جلابه غير الشرطه والزوفيطما وشدوا لي حقي لوجه سيدي ربي يا سيدنا وسيدنا راه خلات لي ولد عنده 6 سنين وشوفوا فيا لوجه الله شدوا لي حقي واسيد الحموشي ولوجه الله وجات عندي الحبيبه غير الخميس مشات هذه جوج سيمانات غير الخميس غير الخميس مشات غير الخميس اللي داز غير الخميس اللي داز الخميس مشات الصباح ولدي وشوفوا فيا لوجه الله واسيدنا وانا كنطلبك ونرغبك ما عندي حد ما عدا الله وانت وشوف فيا لوجه سيدي ربي شوفوا بيا لوجه الله سيد الحموشي والحكومة والناس ديال الدريوش الله يرحم الوالدين الجدرمية وقفوا معايا وشدوا لي حق بنتي وبنتي راه حنا تكملت 4 أيام ولا 5 أيام وهو ما تشدش وشوفوا بيا لوجه الله شوفوا بيا لوجه الله كي غندير نصبر ونسيتي كي غندير لا عاد كانت شي صاحبتها مشات دابا غير تجيب حوايجها وقتلوها قولي لنا شنو وقع بالضبط احكي لنا شنو وقع مشات ولدي غتجيب الحوايج ديالها جايه كتقلب قال لك الا كيقيدوا في الفريج تمشي مشات ولدي ما ولات مشات العشيه ديال الجمعه عيطت لي قالت لي امي راني وصلت الناظور تهناي عليا ورضي عليا مني مشات ولدي ديك العشيه تهنيت قلت انا صابره وصلت غدا ديال السبت قياله كان عيط تليفون كيصوني واللي جاوب والو لحد عاود الولد جا عندي قال لي امي واش ما كاين فطور قلت له ولدي اختك راها ميته كيقول لي الله ينعش الشيطان اش كتقولي قلت له وليدي راني ما نعشتش كانت تحرق بالليل وعيط لي على اختك راه ميته كيعيطوا والو يا ولدي حنا جالسين شويه ولدي جا التليفون عيطت لاخته من ميسور جات صيفط هذيك البنت اللي داتها معاها عيطت على خالتها وقالت لها سيري عيطي على اخت عتيقه قولي لها راه ماتت وجات بنتي كتعيط لخوها قال لها خوها كتكذبي واش اختي عاد مشات صحيحه كي دارت ماتت قال لها ما مريضه ما والو انت كتقولي ماتت قالت له الا ما تقتيش اخويا نعطيك النمره ديال شيماء سولها عطاته النمره سول قالت له راها ميته ومنين مشينا سيدي ديناها وقفوا معانا داروا لها السريح الثلاثي قالوا لنا راها مخنوقه اما بالخديه اما بالبوطه بنتي هاربه في الشارع بالجلابه في الدرب ديالهم وراوها لي مصوره غير في الشرطه والزوفيطمه واش قتلها برا واش قتلوها في الدار ولوجه سيدي ربي شوفوا فيا ولوجه الله شوفوا فيا ولوجه الله ومولا الدار راها عارفه كل شيء
وراها عندها كارية. لا كارية. وشوفوا بيا لوجه سيدي ربي. هي كاين فيها. وشوفوا بيا لوجه سيدي ربي راه كايجي المولى صداه. هكذا قالوا لنا تيجي المولى. وشوفوا بيا لوجه ربي يا سيدنا والله ينصرك ويعلي راسك إلا ما تشوف بيا راه عندي غير أنت والله وسيد الحموشي والحكومة والجدرمية ديال الدريوش وشوفوا بيا لوجه سيدي ربي. وشوفوا فيا الوجه سيدي ربي. وخممتي الحاج شويه اختي ما عرفتش انهيار عصبي لا قدر الله حاولي تمالكي الاعصاب شويه جا باش نوصلوا الصوت ديالك لالا يرحم الوالدين شويه الحاله اللي كانت فيها واش شفتي البليته ديالك انا ذاك يعني لحظه الوقوع هذه الجريمه واش شفتيها؟ وراها لي مصورها هذا سميتو جدرميه مسكين واحد وراها لي التصويره قال لي واش هذه بنتك شتا وراها لي التصور بالجلابه صدقت غير بالشورت والصوفيط ما عندها الضربه في الحن عندها الضربه زرقاء في حنكه خنقوها وضربوها وشوف الصديقات ديالها اللي مشاو معاها اللي كانوا معاها صديقاتنا الصديقات الشهادات اللي عطاو للرجال صديقات راه كيكذبوا كيكذبوا يا سيدي ناكرين كيدخلوا ويخرجوا بالهضره ها سيدي راه شدوهم الجدرميه قالوا لهم كيقولوا كلمه ويوليو يقولوا كلمه البارح طلقوهم الجدرميه واخا شنو هاد الكلام اللي كيقولوا شنو التصريحات اللي كيخرجوا كيقولوا قالوا له راه غاديه راه غاديه بالخاطر معاه وهي مسكينه هاربه راه شاده الكاميرا وراها لي لا جودات ديال الجدرميه الله يكثر خيركم خيرو ها صاحبتها اللي عيطت جاو لعندها بقاو كيدخلوا ويخرجوا بالهضره قال لك جاو عندها مع ثلاثه الليل ولا جاو عندها مع ثلاثه الصباح مسحوا لها الفيديوهات كاع اللي في التليفون خلاو غير تصور منين قلبوا راه قال لي لا جودان ما نعطيكش التليفون حتى يمشي الرباط راه ما كلشي ممسوح خلاو غير تصور وشوفوا فيا لوجه الله وانا بريكاد ديال الدريوش وشوفوا يا لوجه الله ولا عندكم شي وليدات عزاز وارحموني وعتقوني وشوفوا فيا لوجه سيدي ربي وجدار بياد الناظور ارزاوني يا ولدي ارزاوني بنتي صحيحه جات ميته يا ولدي ولدي مرحومه عتيقه العلاقه ديالها معاك كيفاش كانت واش كانت مرضيه وكتبوس لي رجلي وكتخدم عليا انا وولدها والجيران والجيران تقليد عليهم واو يا سيدي وعباد الله حدانا واو ما تقليد عليهم وبنتي عمر ما دازت وعمر غي ضحكه مسكينه واش واوني فيها يا ربي تشد لي حقي ويشد لي سيدنا حقي ربي الحبيب ربي ربي الحبيب خالتها 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 هذه عتيقه اللي في الصوره هذه عتيقه هذه عتيقه هذه عتيقه هذه ما مريضه ما والو سيدي هي جابه الخير أخالة لا أنت الخالة ديالها أنا الخالة ديالها واخا الظروف والملابسات ديال هذا الفعل جرم الخاطر أكيد اللي السلطة تكشف تفاصيل ما وقع هادشي خلا لربما صدمة في النفوس ديالكم كاع صدمة ولدي الحبيب تحقنا وتشوطنا ولدي راه مشات قلت لك نهار الخميس وغادية فرحانة ولدي وكتهز لأمها رجليها وكتبوسهم لها كتهبط اولدي كتبوس لامها رجلين وتبوس لنا رجلين وكتقول لك امها خالتي وهي هي اللي خدامه على ولدها وعلى كل شيء ولدي الحبيب رزاونا خلات وليد ولدي خلات وليد عنده 6 سنين عاد دخل هذا العام للمدرسه ولدي الحبيب عاد دخل المدرسه قلت لك وكانت غاديه فرحانه ولدي الحبيب وكتهز رجلي لامها وتبوسهم لها وكتقول لك خالتي نمشي نجيب حوايجي باش نمشي لهذا الفريز هذا وفرحانه باش تمشي باش تمشي مشات تجيب دوك الحوايج باش هادي تمشي غادي يا ولدي فرحانه قلت لك وكتبوسنا وتعنقنا ولدي هيا ولدي الحبيب هيا ولدي شو مشات هي دير تما شنو مشات ولدي غير تجيب حوايجها قبل ما تمشي كانت خدامه كانت خدامه ولدي تما كانت خدامه كانت خدامه ولدي الحبيب باسيسري خدامه على هذه المراه هذه على وليداتها تقول لك ربما السبب باش لانها تمشي للدريوش بعيد صاحبتها صاحبتها واحد صاحبتها شتا ولدي صاحبتها صاحبتها كانت كاريه عند خالتها عند خالتها كانت كاريه ولدي عند خالتها كانت عند خالتها كاريه شحال هي كاريه عندها ب 12000 ريال وهي البنت ساكنه لتحت
وتزوجت في الدريوش ديك البنت. شحال هي كاريه تما؟ شحال ديال الوقت الحاجه؟ راه تكون ما كامله شيء بزاف، تكون شي 4 شهور هكا. صافي بحال 4 شهور. من العيد اولدي مور العيد الكبير لهنا ياك. مور العيد. مور الزنزان ولا لا. الحاجه كنعرفوا بان عتيقه المرحومه اكيد كانت مطلقه عندها وليد. عندها وليد. كان شي وعود اللي تقدمت لها ديال الزواج من 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 شي واحد تما ولا شي؟ لا لا لا. هذا قال لك اللي قتلها. شابها محنيه قال لها واش تزوجتي؟ بقات كضحك هي قال لها الا تزوجتي غنقطع امك طراف. طراف حتى وقت لا. فاش كنت هنا كانت ميده. شتي يا ولدي؟ بددها هنايا. نفهموا معاكم. الله يرحمها. هذا الراي العام باش الناس يفهموا. الله يرحمها. السيد هذا كان كيقول لها الا مشيتي تزوجتي غادي نقطع امك. بنتي حيت شافها محنيه. شوف هي قالت لها كتحني لها الحنايه هو صون التليفون. هي قالت لها شوف يا بنتي حلي لي التليفون هكا باش نهضر. هي دارت هكا هو قال لك كيهضر معاها قال لها محنيه والله غيجي غنقتلك هي حسابها غير كيضحك. واش تزوجتي؟ قال لها واش تزوجتي؟ والله غير ما قطعتك طراف. حنا ما ناويش ما ناويناش بنت صغيره غير بنت صغيره وهي كتسمع. قلت لك البنت صغيره قالت حلت لها التليفون هي محنيه يديها فازقين قال لها تزوجتي والله حتى نقتلك. مشكين خزري مع الاخوان فيديويا يجي الالم يزيد السوار يجي الحرقه يزيد السوار الام وغنغلاني انا لله وانا اليه راجعون. نتمنى زي السلطات اللي دريوش الكثفنت الخدمه باش من عند الجوناتينا باش يداو انت الحق انتاني تيتوفان باش يداو انت الحق يمسني يا مزياني الجا. لا حول ولا قوه الا بالله الاخوان وما مجدو مني انا لله وانا اليه راجعون. دمان يا الاخوان دو هذا الفيديو تغيت جا نهار رايكم شاشه ونمشيو مني غير باش نركز في نقطه ثاني زوات الانسان اللي وعى فاوا نص مليح خاصه ندير وقتها هاك الازمايه كورمان زعما شنخبا يعني ويصفى الريحش. تشكرك لي وخل المتابعه لي فيديونا ان شاء الله الاخوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.